سمعكم في كابوتشينو حتى للعشرة 7:18 دقيقة. نعملوا طلة على حالة الطقس بالنسبة لليوم. اليوم اللي يميز الطقس اليوم الصبح بكري فما شوية ذباب محلي قد يميز كما قلنا انطلاقة النهار في الجنوب الغربي خاصة، ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات إلى حين كثيفة السحب يقصى الشمال مع أمطار ضعيفة، شدة الرياح متواصلة قرب السواحل، البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب شمال أو شرق البلاد، ارتفاع طفيف مرتقب في درجات الحرارة باش تتراوح القصوى بين 16 و22 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات. ونعمل جولة في مختلف نقاط الجمهورية تقريبا اللي يميز طقس الشمال، ونلقاو 20 درجة في كل من قليبيا نابل تونس العاصمة زغوان، و19 درجة في كل من بنزرت بيجا، 18 في كل من تبرقة وسليانة، 21 درجة في جندوبة، و17 درجة في الكيف، 15 درجة في تالا، 23 درجة في القيروان. بالنسبة للمناطق الساحلية اللي نلقاو 22 درجة في كل من المستير والمهدية أو سوسة والمهدية، المستير 21 درجة كيف كيف، 21 في قرقنة وصفاقس وسيدي بوزيد، 18 درجة في القصرين وقفصة، 20 درجة في كل من قابس وتوزر، 20 درجة نلقاها زادة في قبلي. وبالنسبة إلى الجنوب الشرقي اللي نلقاو 18 في تطاوين، 19 في رمادة، 21 في مدنين، و19 درجة في جزيرة الأحلام جربة. بعد شوية نرجع معكم نعطيكم حالة الطرقات، انتم تواصلوا معنا عبر مختلف صفحاتنا الاجتماعية على